طبعا كنرجع للسي العربي المرابط اللي دائما كي كل هضره وكي وفي بها طلبنا منه معرض مره وجوج ثلاثه هذا هنا هذا المره الثالثه وكنعدلوها كما كتشوفوا تبارك الله كي كيوقف على تفاصيل بسيطه. وهذا المعرض هذا المشاركات ديالو الاغلبيه ديالها هذه اول مره، يعني كانوا كيشتغلوا في المنزل هذا اول مره خرجوا لعرض الناس. وحنا استغلنا الفرصه هذا 10 ايام من الاخريات العيد باش يجي العيد الناس كيحتاجوا اللباس التقليدي الحلويات. وشكرا بزاف للسي العربي صراحه، يعني واخا نقول اللي قلت ما نوفيك شي حقك. تبارك الله عليك وتبارك الله عليكم انتم اللي جيتوا، تبارك الله على الحضور وتبارك الله على المبدعات اللي بدعوا كل واحده في المجال ديالها. وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم إلهام غادي مشاركة في معرض المرأة المبدعة في النسخة ديالو السادسة. أنا جد مسرورة بالتواجد ديال الصحافة معنا في هذا اليوم، هذا تظاهرة حنا كنعتبروها وعرس للمرأة المقاولة والمقاومة كذلك اللي كتكون عندها مقاولة صغرى في المنزل ديالها. والمعرض ديال المرأة المبدعة كيفتح لها الأبواب ديالو باش يتعرفوا الناس على المنتوجات ديالها. مرحبا بكم عندنا في هذا المشروع البسيط اللي يلاه بدينا فيه ونتمناو نجبروا الدعم ديالكم. شكرا لكم مجددا. الصفة ديالك مساء الخير عليكم. سعيدة المريم، مستشارة جماعية جماعة مرتيل ورئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية. الحقيقة هذا الحدث اللي تخلق اليوم في مرتيل هو سادس من نوعه، خلقته جمعية هبة للمرأة والطفولة اللي كتفتح واحد الفرصة واحد المجال للنساء أنهم يكونوا منتجات، يكونوا صانعات، يكونوا كيبيعوا المنتوجات ديالهم. وبالتالي دائما كنقول التمكين الاقتصادي للنساء هو شي حاجة مهمة بزاف، لأنه كيخلقنا استقلالية فكرية واستقلالية مادية، وكيعطي للمرأة واحد القوة اقتصادية واحد القوة فكرية. وبالتالي اليوم النساء كنشوفوهم منتجات كيبيعوا المنتوجات ديالهم، الحقيقة هذا حدث عظيم وحنا كنساء كنفتخروا بالنساء المبدعات. شكرا. حنا سعيدات اليوم تواجدنا هنا في معرض اللي كتنظمو جمعية هيبة للمرأة والطفولة. صراحة هذه هي النسخة السادسة وكل نسخة لقات نجاح كبير. وهذا المعرض اللي كيشكل لنا إبداعات نسائية، كل مرأة كتقدم المنتوج ديالها، وهاد النساء كاملين كيشتغلوا مع هذه الجمعية هذه اللي كتشتغل بالضبط في الميدان ديال إدماج النساء في الشغل والاستقلالية المادية للنساء. سعيدات بزاف بهذا المعرض، سعيدات مرتيل ونساء مرتيل اللي قدروا انهم يظهروا بهذا الشكل هذا، هذا الشكل المنير بزاف اللي كيعطي اضاءه جميله لهذه المدينه بالوان نسائيه. الحمد لله اليوم كان الافتتاح ديال المعرض ديالنا، وكان واحد الاقبال ديال الناس المرتين والزوار ديالنا، مرحبا بهم جميعا. كما كتشوفوا البروجي ديالي اليوم مرتين عبارة عن زوج معصرة وزوج مقطعة أيضا نباتات طبيعية. عندي حتى مركز الحجامة، يعني كنستعمل فيه الزيوت، يعني الزيوت ديالي دار التعاون، يعني وين كنستعمل في المركز مساج والتدريب الرياضي. المركز ديالي كتواجد في حي الدوزة قرب دار الحي. مرحبا بالجميع.